استفاق سكان المدينة القديمة صباح اليوم بالدار البيضاء على وقع انهيار ثلاثة منازل كانت مدرجة ضمن البنايات الآيلة للسقوط. المزيد من التفاصيل في روبورتاج حنان الزفرار وخالد بوناناس. استفاق سكان المدينة القديمة بالدار البيضاء صباحة اليوم الأربعاء على انهيار ثلاثة منازل تسببت في انهيار جزئي لأحد البنايات المجاورة. فقشك غادي للمارشي غادي للخدمة خرجت مع السبعة ونص خرجت مش غادي طلعت عند الدري فيق شو رجعت في الشاب شي شواني كان شطيع عليا أنا نيش كان شطيع عليا. جبدو هذا كان الدري غادي للمارشي مسكين حتى طرطق عليه الحيط طلعوا الدراري بداو كيجبدوا جاب صحاب الوقت لقاو الدراري جبدوا الناس الاخرين. ديك الدار اللي طاحت كانوا فيها والديه بعدا وخاويه من شحال هادي راه 5 سنين ولا مع 4 سنين وهي خاويه عمرات بالماء علاش هذيك الدار ما تنزلش. السلطات المحليه والمصالح الامنيه والوقائيه انتقلت الى عين المكان لتامين محيط المنازل والمنافذ المؤديه اليها فيما باشرت الوقايه المدنيه عمليه الانقاذ التي اسفرت عن انقاذ شخص واحد في وقت ما زال البحث فيه جاريا عن شخص تحت الركام. الدور الآيل السقوط اللي تفرغات خصها تستعجل في الهدم ديالها لان هذا السبيل الوحيد باش غادي يفكنا من جوج الكوارث. الكارثه الاولى هو الاضرار اللي تتوقع الديور اللي مجاوره، الامر الثاني هو الدور اللي تيكونوا فارغين تيرجعوا عاوتاني تسكنوا تيجيو يقتحموهم بعض السكان وتيجيو يسكنوا فيهم بل تكريهم كاع وهذه كارثه ثانيه. اذا تنطلبوا المسؤولين يديروا مسطره مبسطه واستعجاليه لان الامر استعجالي ما تيطلبش البطء. انهيار المنازل الآيلة للسقوط أصبح وضعاً مقلقاً في الدار البيضاء خصوصاً عند هطول الأمطار، وهنا يطرح السؤال إلى متى سيستمر مسلسل انهيار البنايات الذي حصد العديد من الأرواح في وقت يرفض فيه السكان التطبيع مع واقع كهذا.